احنا اليوم التوجه نتاعنا نحبوا نمشيو في توجه جديد، نحبوا نشوفوا ثم عدد من الامثله في العالم، لكن اليوم هذا ما ينزناش نقولوا على الملفات المطروحه اليوم على مستوى الولايه. احنا كي جينا اي ملف بعد ما ينظر فيه اللجنه الاستشاريه ما عندنا حتى اشكال، وهذاك هو الوالي، معناتها هو اللي ياخذ القرارات في اسناد هذه الرخص. اللي يصير شنو؟ يصير ان ثم عدد من العمليات تثبت، يعني تصير برشا تلاعب في الملفات هذه. ثم الناس ماهمش من اهل المهنه ويحبوا ياخذوا رخصه، وصحيح معناتها هما حقهم في حسب المنشور الاخراني في الاولويه يترتبوا حسب عدد سنوات العمل نتاعهم. ثم الناس زاد كيف ما عندهمش حق ياخذوا عدد كبير من الرخص، واذا قام عندهم رخصه واثنين وثلاثه ومش معقول ماذا حتى انترجي ناس تستنى عوام وواحد عنده اربعه وخمسه رخص. علاش علاش باش نكونوا واضحين مع بعض؟ البطاقات المهنيه، البطاقات المهنيه اللي تعتمد في الاسناد الرخص باسناد الترتيب هي بطاقات غير رقميه، لاباز تتعطى على مستوى الولايه، يجي يقيد اللي يحب يحط اللي يحب ويعمل اللي يحب، وكلهم مهنيين يوليو. ثم ناس ماهمش يسوقوا ولاو يسوقوا، وناس ما يسوقوش يوليو يسوقوا. فهمت؟ دونك ثم حاجات راهو ثم تلاعب كبير. احنا شنو على علم احنا مشروعنا شنو؟ احنا توا تعرف معناتها لازمك تلقى لي فيروياج نيسيسير في المنظومه هذه. الفيروياج شنو؟ احنا اليوم طلبنا من لا 3 تي من الوكاله الفنيه للنقل البري باش تعمل البطاقات المهنيه الرقميه، باش تولي عندنا اون باز دوني سونتراليزي، وبالطريقه هذيك الشخص اللي عنده رخصه اليوم وعنده بطاقه مهنيه يخدم في قدر سائق ولا اثنين ولا ثلاثه، كلهم في الباز دوني هذوك، ونربطوا البطاقه المهنيه بالماتريكولاسيون تاع الكرهبه. معناتها هنا اليوم نخدم على الكرهبة هذيك، ونشوفوا من بعد وراها الاخلاصات تاع السي ان اس اس وغيره، باش تبدا منظومه زاده منظمه. معناتها بالنسبه لكم الحل هو الرقمنه وبديتوا ولا جوست هذا مشروع بديت فيه اللي بدينا فيه، وباش يصير تنقيح للامر اللي هو يعطي على حكايه البطاقات المهنيه، لان البطاقات المهنيه تتعطى من عند الوالي، ما تتعطاش من عند وزاره النقل. وهذه معناتها في التغيير هذايا باش يولي البطاقات المهنيه تتعطى على مستوى الوكاله الفنيه للنقل البري. داكوغ. وهذا ان شاء الله باش تخلي على الاقل مربوطه بالماتريكول، مربوطه على الاقل تربط المهنيين نعرفوهم اليوم، لان احنا نعطيو في بوكو دافونتاج، عندهم عدد من التسهيلات على مستوى النقل غير المنتظم، وحتى حوافز جي بائيه وغيره، وحنا ان شاء الله نزيدوا ندعموهم.